السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل هتدربك على أسئلة الانترفيو. الموقع ده بكل بساطة بتدخله بتقول له ستارت، ويبدأ يديك الأسئلة، بيقولك انت تخصصك ايه، ممكن بروجكت مانجمنت، فيبدأ يجيب لك الأسئلة، وفي الآخر هو بيقيم الإجابة بتاعتك. Can you please tell me a bit about yourself? Okay. My name is Omar Salim. I am Egyptian. I work in Qatar as BIM manager. ممكن تعمل ريدو، ممكن تعمل edit، وممكن تنقل السؤال اللي بعد كده والأسئلة، وفي الآخر هو بيعمل لك تقييم ونصايح لإجابات أفضل.